معي على الهاتف الشيخ محمد المصباحي، رئيس ديوان المجلس الأعلى للمشايخ وأعيان ليبيا. أهلا بيك الشيخ محمد. مرحبا بك يا فندم. أهلا بيك، وطمني على ليبيا، طمني والله على الوضع عندك الآن. لا تمام إن شاء الله. إن شاء الله تمام بعون الله، والقادم أفضل يا رب العالمين. يا رب يكتب الخير لكل الشعوب العربية. كان المشايخ وقادة القبائل في مصر يوم الخميس للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي. تعليقك كأحد يعني هؤلاء المشايخ، تعليقك على هذا الاستقبال وكلمات المشايخ والوضع الآن في ليبيا، واجتماع مجلس الدفاع الوطني في مصر النهاردة لتلبية دعوة مشايخ ليبيا لإنقاذ ليبيا من براثن الاحتلال العثماني التركي مرة أخرى. أول حاجة أستاذ مساء الخير ليك ولمتابعيك ولقناتكم الرائعة والموقرة كل. أهلا أولا بيك. تعليقي، شنو تعليقي؟ يعني تعليقنا نحن في بيتنا وفي أهلنا، وعلق عليه أحد المشايخ صاحب البيت لا يستأذن، فما شعرنا في وجودنا في مصر إلا وإحنا في أهلنا وبين أهلنا، ونحن إخوة متحابين متجاورين، مصيرنا واحد وشعبنا واحد. اليوم هناك استبشارات خير منذ أن الناس شافت الناس عبر القنوات لقاء السيد الرئيس بمشايخ وأعيان القبائل الليبية، وتأكدوا أن من خلال هذا اللقاء بأن هناك سند وظهر يحمي هذه الأمة التي عانت الويلات من الشتات والدمار ومن الخراب، من خاصة من هذا التنظيم الذي استغل ضعف بعض الدول وبدأ يشتغل علينا، والآن نحن في ظل احتلال تركي يشتم على أرضنا في هذه البلاد. فالآن وبعد هذا اللقاء والخطوات المتسارعة إن شاء الله بعون الله قريبا تعود ليبيا إلى حضن أهلها، وقريبا تعود ليبيا آمنة مستقرة إن شاء الله بفعل الدعم العربي القوي وعلى رأسها جمهورية مصر العربية والرئيس عبد الفتاح. شيخ محمد، يعني هناك تصريحات مسيئة إلى قبائل ليبيا وإلى القادة اللي كانوا موجودين في القاهرة، من المدعو خالد المشري ومن المدعو فتحي باش أغا. تعليقك على هذه الإساءة التي يعني يقولون بأننا أعيان مصراتة، ويعني طلعوا بيان بشكل كان يعني غير مقبول، يعني تعليقك ايه على خالد المشري وعلى فتحي باش اغا؟ الحمد لله على ذلك، بمعنى الحمد لله على ان المدمه اتت من هؤلاء يعرفوا جيدا من الذين حضروا في حضره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعرفوا تاثيرهم القبلي، ويعرفوا مدى عمق هذه القبائل وتأثيرها في الغرب والشرق والجنوب، فهم يعرفوا جيدا ما هذه القبائل ومن هي ومن هم الذين حضروا بالأسماء، وبالتالي النار صهدتهم ومن حقهم أن يقولوا ما قالوا. هؤلاء يعرفوا جيدا أن بغض النظر على التزوير الإعلامي وعلى التضليل الإعلامي وعلى تقليل من قيمة اللقاء وتقليل من قيمة الحضور، لكنهم يعرفوا جيدا ان من حضروا مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هم قاده قبائل وهم مشايخ واعيان لهذه القبائل وهم ممثلين فيها، ويعرفوا جيدا حتى القبائل التي لم تحضر مزكيه لهذا العمل. وانا كثير من القبائل اتصلوا بي من بعد اللقاء ومن قبله وقالوا رانوا نحن معكم في كل ما ذهبت اليه مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هل المدعو خالد المشري مثلا له يعني قبيله، له عائله، له وام ان قبيلته هي جماعه الاخوان؟ لانه يتحدث بشكل واضح اننا له اخواني ولا ينكر ذلك. لا هو احنا الزاويه حاضرين معنا، وهو بصراحه انا لا اتكلم بشكل اجتماعي حتى لا افيدي نفسي، لكن هؤلاء الجماعه دائما هم اللي يعترفوا حتى بوطن اقليمي، هم وضعهم الدائر، هم اللي هو التنظيم، اينما وجد التنظيم هو وطنهم، لا يعترفوا بالحدود الاقليميه لاي شيء، ما بالك بيعترف بقبيله ولا بيعترف شيخ محمد، يعني في اقوال وفي تقارير بتتحدث عن حشد تركي ميليشياوي
مع الوفاق في محيط سرت لمحاولة الهجوم خلال الفترة القادمة. هل لديكم أي معلومات حول هذا الموضوع؟ نعم صحيح، وهذا متوقع في أي لحظة، لأن التركي الذي أتى وقال أنا أتيت لأبقى لا أتيت لأغادر، أتى محتل، أتى يريد خيرات البلاد، وخيرات البلاد السيطرة على موانئ النفط، السيطرة على منابع النفط، السيطرة على حقول الغاز ومنابعها، السيطرة على الثروات المعدنية والثروات الموجودة في البلاد، وبالتالي لا يكتفي بمنطقة لا يوجد فيها موارد، إذا هو سيتحرك وكل يوم يقدم جديد، وآخرها ما صرحت به اليوم وزارة الخارجية وزارة الدفاع الأمريكية التي أكدت وجود مرتزقة يأتي بهم أردوغان كل يوم لليبيا. صحيح صحيح. في شهر يناير وفبراير ومارس 3800 مرتزق سوري دخلوا ليبيا، وهذا تغير كبير جدا في الموقف الأمريكي، لأن هذا كان مسكوت عنه، فعلا. نعم، لا السفير الأمريكي أشار له ولا الأفريكوم أشارت له، ولكن اليوم أشارت له وزارة البنتاغون وأكدوا على أن وجود المرتزقة الذي يجد فيهم أردوغان كل يوم، وهذا تغير كبير جدا في هذا الموقف. الموقف الألماني الفرنسي اليوم الإيطالي الذي تم التصريح به في بيان مشترك يؤكد أيضا سلامة الموقف المصري والموقف القبلي الليبي والقوات المسلحة الليبية والبرلمان الليبي الشرعي. الآن الدول المحيطة، التصريح دولة السودان اليوم أيضا يؤكد على نفس الموقف. صحيح. رفض الجزائر اليوم تصريحهم، رفضوا من هم طلب منهم استدراج الدعم للتدخل العسكري ورفضوا، ايضا موقف يحسب للموقف المصري والموقف الليبي الوطني. صحيح. وبالتالي هذه كل هذه الاشياء ما يحصل الان في البرلمان التونسي هو ايضا يؤكد نفس الموقف، هذا الصحوه العربيه الشامله، الموقف السعودي، الموقف الاماراتي. وبصراحه نحيي كل العرب الذين اتخذوا نفس الموقف ونفس المنهج الذي يضع حد لمعاناه الليبيين. شيخ محمد المصباحي، رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية، شكرا لحضرتك على هذه الإيضاحات.